حريفي لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة سريع شرير حواري خفيف مواضيع تخفيف ما هو أصله ضيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شرير الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شرير مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شرير أربعة شارع شرير أحلى منهم كلهم مفيكش غلطة يا عمهم بعيونك حطيت عليهم وبجمالك جالتهم غزال مفيش غلطة يا واد فيك ما تحن ربنا يرضى عليك من كتر خوفي لا يحسدوك انا عايز ابخرك وارقيك اسم الله عليك اسم الله وقلت ما شاء الله كمان عليك حظوه في عين اللي ما صلى يا جامد انت يا سنبتيك اسم الله عليك اسم الله وقلت ما شاء الله كمان عليك حظوه في عين اللي ما صلى يا جامد انت يا سنبتيك يا ابو قوام جامد وبلدي انا بحبك يا ابن بلدي يا ابو قوام جامد وبلدي انا بحبك يا ابن بلدي من الاخر انا مش هسيبك ولا حتى من طبل البلدي حس بقى واهتم بيا والنبي ما تتقال عليا حس بقى واهتم بيا والنبي ما تتقال عليا لو حصل لي حاجه بسببك احملك المسؤوليه بطل شقاوه وبالهداوة واحدة واحدة اسأل علينا ده احنا استوينا بطل من اهدى يا نعمل حسابك انا مستايب جنابك يا نعمل حسابك انا مستايب جنابك انا وراك وراك يا حبيبي ومعاك ونسقى على الله والله عليك قلت ما شاء الله كمان عليك حصوة في عين اللي ما صلى يا جامد انت يا سنبتي انت لما عينك بتضحك بتجنن عليك ربنا ما يحرمني منك وافضل احب فيك انت لما عينك بتضحك بتجنن عليك ربنا ما يحرمني منك وافضل احب فيك يا ابو قوام جامد وبلدي انا بحبك يا ابن بلدي يا ابو قوام جامد وبلدي انا بحبك يا ابن بلدي من الاخر انا مش هسيبك ولا حتى بالطبل البلدي حس بقى واهتم بيا والنبي ما تتقال عليا حس بقى واهتم بيا النبي ما تتقال عليا لو حصل لي حاجة بسببك هحملك المسؤولية بطل شقاوة وبالهداوة واحدة واحدة اسأل علينا ده احنا استوينا بطل من اهدى يا نعمل حسابك انا مستايب جنابك يا نعمل حسابك انا مستايب جنابك انا وراك وراك يا حبيبي ومعاك ورزق على الله اسم الله عليك اسم الله وكنت ما شاء الله كمان عليك حصوه في عين اللي وصل يا جامد انت يا سنبتي يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بكل مشاهدينا في كل مكان وهابي فالنتاين النهارده عيد الحب
ما بعترفش او مش ما بعترفش ما بحتفلش قوي بالعيد ده. انا بحتفل اكتر بيوم السناجل العالمي يعني لي عليا اكتر. وبهذه المناسبه عندنا النهارده منامين وعاملين لنا اكل حلو قوي عشان نتغذى كده. اهلا واهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. كل سنه وانت طيب. عشان عيد السناجل ولا عيد الفالنتاين؟ عيد السناجل. ايوه انت ما احنا السناجل معانا برضه. ايوه كلنا سناجل هنا في الغالب. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اكلك ايه النهارده؟ النهارده عاملين فرخه شهد المحشيه رز. وفراخ شهد بتبقى فريش وحلوه قوي قوي قوي. مظبوط. وكمان وعاملين كومبوت البطاطا. يا واد انت ده بمناسبه الفالنتاين. كومبوت كومبوت كومبوت. اهلا بيكي منامينو. منورانا كالعاده. بعد ما نخلص مع منامينو عندنا استاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. بعد كده بتطل علينا بطلتها البهيه سوسو سعاد سليمان. اهلا. يا انت بقى عشان فالنتاين في لابسه كل الالوانات. انت سنجل برضه؟ طبعا ده اساسي. من هو السنجله الحقيقه؟ قال لك السنجله جنتله. ما بصي احنا الثلاثه كده سنجله الباقيين الباقيين بقيت الشارع ماليش دعوه بينا. اخر جنتله احنا. اخر جمال بصراحه يعني. هتكلمي عن مين النهارده؟ هنتكلم على عثمان مؤسس الدوله العثمانيه. عثمان مؤسس الدوله العثمانيه. اهلا بيكي سعاد سليمان. بعد كده عندنا فاشن ديزاينر بعد كده مستنيها دايما واشوف حاجتها الحلوه المختلفه. وعندها النهارده فساتين سواريه وهنشوف كمان فساتين افراح كلها احلى من بعضها. برحب النهارده باستاذه بسمه سليم مصممه الازياء. اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ ازيك يا شيخ؟ وحشتنا كتير. وانت كمان. وشغلك الحلو وحشنا قوي. ميرسي. هنشوف ايه النهارده؟ كولكشن سواري وويدنج. سواري وفساتين افراح. افراح. منوره ومشرفه ومبروك على انا عارف في فرع جديد فتح في القاهره. في التجمع الخامس. في التجمع. عقبال الفرع الخامس. ميرسي يا شيخ. اهلا بيكي. مدام في فاشن شو عرض ازاي اكيد ايراء واخواتها بنات الشارع الجمال منورين في كل حته. يا اهلا وهابي فالنتاين. اهلا وسهلا. ايرا طبعا مفلطنه طول السنه. مفلطنه طول السنه بالذات بشعرها الاحمر ده. مبسوطين انتوا الجوز فيكتوريا ولا ويحبوا كمان يقعدوا جنب بعض في الكورنر البعيد الهادي ده. شويه شويه هياكلوا زبادي. صح؟ هياكلوا زبادي. ها؟ وانتوا مفلطنين انتوا كمان؟ ها؟ ماشي حبايبي اهلا وسهلا بيكم. طيب بحقد عليهم اصلي. عندنا بعد كده عندنا النهارده كمان مزازيكي حسام حسني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مساء الجمال. مساء النور. عامل ايه وائل؟ عارف الفالنتاين؟ ده حبيبك. مبدئيا اسمه فالنتاين مش فالنتاين. اسمه ايه؟ لا مين؟ فالنتاين؟ روح. خير خير. بالنون في الاخر مش بالميم. مش فالنتاين. فالنتاين ده بانتومايم. فالنتاين. نشيد الشارع. خش لي على نشيد الشارع لو سمحت بتاع يوم الثلاث كده عشان ايه نهيئ شويه. وبعد ما نسمع نشيد الشارع ناخد فصل وبعد كده نرجع لكم نعمل احلى فرخه فرخه شهد مع منامينو. خليكم معانا لو سمحتوا. يا جدع بعدها وياك ما تقول يا جدع تحت الشباك ولمحتك يا جدع بعدها وياك ما تقول يا جدع اذا عديت قصاد البيت اذا عديت قصاد البيت ابص رجليك ما تبص يا جدع اه يا شعرك اه يا عزيز
عزيزة ده شعرك سلب جمال. يا شعرك يا عزيزة ده شعرك سلب جمال. يا عيونك يا عزيزة ده عيونك عيون غزلان. يا عيونك يا عزيزة ده عيونك عيون غزلان. الحلو في البرندة واللي بصلي والقلب في الزمان بسرعة بيتملي. الحلو في البرندة شاورلي شاورلي بصلي. حلو في البرندة شاورلي وبصلي والقلب في الزمان بسرعة بيتملي. حلو في البرندة شاورلي شاورلي بصلي. على ورق الفل دلعت على ورق الفل دلعت مين يرضى الظل ده يعني. على ورق الفل دلعت انا لا حلتي ولا بيدي الا الغوايش اللي بيدي. انا لا حلتي ولا بيدي الا الغوايش اللي بيدي. ما قلت لك يا أصهر أنا وياك ودلعت على ورق الفل دلعت. على ورق الفل دلعت مين يرضى الفل دلعت. على ورق الفل دلعت يا بتاع التفاح كنت فاحك راح كنت ست الكل. يا بتاع الياسمين مين يندهلك مين واحنا معانا الفل. بتاع الرمان رمانك ده بلا بص علينا وصل. يا حورية يا ولا قولوا لي يا ولا اشتقنا يا ولا يا ولا يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا 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 ولا ولا يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا 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 ولا ولا يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا 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 ولا ولا يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا 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 ولا ولا يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا يا أكل الطايم. أنا أحب الفراخ بالبطاطس أوي. حلو. أنا كان ممكن أحط تحتيها رز بس أنا فضلت بطاطس والرز بتاعها. ما دي صينية فراخ بالبطاطس. الفراخ محشية. الرز جوه. أخبارك إيه؟ الحمد لله كل سنة طيب. أنت طيب. زمان كنت تعرفي الفالنتاين؟ نو. مش كده؟ لا ده على أيام ولادي لما كانوا في المدرسة كانوا بيقولوا ايه فالنتاين. لا انا مش في المدرسه انا في الجامعه. يعني وانا في المدرسه مش فاكر ان كان في حاجه اسمها فالنتاين. الفالنتاين ده ابتدى يظهر سنه مثلا 91 92 في التسعينات ممكن قبل كده يعني ممكن. في الثمانينات ما كناش نسمع ايه ده. لا 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 طب هو ظهر فجاه ليه؟ لا هو طول عمره بره. هو ظهر في مصر. لا ظهر عندنا فجاه مع الدشات زي حاجات كتير بتظهر عندنا فجاه برضه اليومين دول. انت ايه قريب ظهر عندك؟ ايه؟ ايه قريب ظهر عندك؟ ده حاجات كتير. زي الانستجرام، التيك توك. انت عندك تيك توك؟ انا اشتركت يعني دخلته بس انا ما بعملش. ما انا دخلت برضه عملت كام فيديو كده بس ما عجبنيش. لا, لا 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 مش الموضوع كتر قوي ورطرط ولقيت نفسي مش فيه فسحبت نفسي. هو مش في سننا بصراحه. ده التيك توك انا بحب الفيسبوك اكتر حاجه بالظبط وبعدين انستجرام بس بفضل الفيسبوك. فيسبوك طبعا لذيذ بصراحه. انت كويسه؟ الحمد لله. طيب النهارده احنا هاتوا الاكل مستخدمين
فراخ شهد. هتقولوا لي ليه؟ هو في كذا سبب خلانا النهارده نعملها. طبعا هي فراخ فريش جدا، حلوه طازه يعني، وهم عاملين حاجه طبعا محترمه جدا، ان 5% من المبيعات هتروح لمؤسسه بهيه طبعا اللي بتعالج السيدات اللي بيكون عندهم سرطان الثدي مجانا. فبنشكر شهد على ده. حتى حرف اله هم عاملينه على باللون الروز على شكل اللون اللي هو خاص باللوجو الخاص بالبريست كانسر او سرطان الثدي، فيشكروا جدا. هما النهارده معانا وانا مبسوط بده. عامله ايه حشيها؟ ايه بقى احكي لي. انا حشيها رز وحواليها بطاطس حواليها بطاطس. هنحلي ايه؟ هنحلي كومبوت البطاطا. كومبوت البطاطا يا كومبوتات، كل الناس بتعملها صينيه بشاميل كومبوت، احنا عاملينها كومبوت. كومبوت يلا قولي لنا كده الفراخ مقدرها ايه. يلا فراخ محشيه رز بالفرن، فرخه كامله شهد، وللتتبيله بتاعه الفرخه حبهان بودره، ملح، فلفل، بهارات قرفه، عصير ليمون، بصله مبشوره ناعمه، معلقه صلصه طماطم، معلقه سمنه. وللرز كوبايه ونص رز، بصله كبيره مبشوره، ملح وفلفل، بهارات قرفه، معلقه كبيره سمنه، كوبايه ونص ميه، كوبايه لحمه مفرومه معصج، وربع كوبايه زيت. طيب ده شيء لطيف ومنطقي. اول حاجه هعملها استني، لا قبل بس ما اول حاجه تعمليها. طيب. انا بس عايز اتكلم عن الفرخه اللي معانا، وهجيب مقص. بس هاتي المقص. طيب هنا الفرخه بقى بتاعتنا هتلاقوا مكتوب عليها ايه، من 1200 ل 1100 جرام، يعني كيلو وربع كيلو و100 جرام اهي. في فرخه تانية هنا مكتوب عليها، بصوا بقى دي الامانه في البيع، الفرخة دي مكتوب عليها من 950 ل 1000 جرام، يعني دي كل فرخة حسب وزنها. مش ستيكر حطه على كل الفراخ، لو موازنين فرخة فرخة، فدي حاجة بتوريكم ان دي شركة محترمة وبتحترم المستهلك. بنشكرهم على ده. طيب احنا هنا انت كنت هتقولي ايه عشان انا قطعتك؟ دي الفرخة بتاعتنا. انت هنا في واحدة فتحتيها وغسلتيها. انا غسلاها تمام. هجيب بقى ايه بقى؟ هوريك بقى. وريني بقى. اول حاجة الفرخة بتاعتنا هتتحشي رز. اوكي. انا مش محتاجة بس ده، هشيله. انت خلاص مش عايزة ده؟ مش عايزة ده. انا اسف. اللي هلا ده كده. خلاص كده ده. بجيب بقى يا جماعة الفرخة بعد ما اغسلها بالملح والدقيق. وبعدين بشيل الجلد. بتورقيها. اسمها كده؟ انا شايف كده. طيب خلاص. هتبلها بالبصل، هتبل الفرخة نفسها. انا هحط كده وبعدين هقول لكم. هتورقيها بصل. اجيب لك بولة اكبر ولا دي كلها؟ لا 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 حلو. وبهارات وملح وفلفل وحبهان. مش عايزة خلاص الحاجات دي. وقرفة. لا. خلاص. وبعملها من جوه. ومن بره بتبلها. وهسيبها ايه شوية صغيرين. في الوقت بعد كده هعمل الايه الرز. هشطف بس ايدي بالجوانتي. لا. بعد ما هتحطي ايدك في الرز يبقى لازم تغيري الجوانتي. او تقلعيه. ممكن؟ هقلعه وبعدين البسها تاني. عندكم تاني جوانتيات؟ عندنا مليان جوانتيات. ده الصح، ما دام انت بقى ماشيه بالهيجين يبقى نمشي هيجين صح. اوكي. هحط حله على النار. هحط السمنه. عايزه جوانتي دلوقتي؟ لا. سمنه. اوكي. وزيت يا شريف لو سمحت. سمنه. عشان الرز يفلفل معايا بحط دايما فيه. بنتي تفلفلي كل حاجه حتى الناس. ايه تاني؟ هحط بصلاية صغنطوطة كده وهدبلها. ده الرز بتاع اللي هحشي بيه. خلاص. اوكي بص. كده. يا حطيتي ايه لغاية دلوقتي في الحلة؟ حطيت سمنة.
وبصلة وحطيت لحمة مفرومة ده الرز ده انا جاهز لحمة مفرومة وبعدين هحط الرز والتوابل الملح الفلفل البهارات القرفة وهشوحه شوية وبعدين هغطيه بالمية وهسيبه يتشرب على نار عالية وبعدين اهدي النار وما سويهوش قوي 75% لسه كمان بس وهسيبه بقى يستوي 75% يعني هيغلي على نار عالية يتشرب ميته اهدي النار واسيبه كمان بتاع 5 دقايق واشيله انا بس عاوزه اغطى الدي يا شريف ما طلبتيش منهم لي انا ما شفتش شفتي بقى ما اعرفش ليه هما محضرين كل حاجه اوكي بعد كده عاوزه جوانتي اهو هتعملي ايه هبتدي بقى اشتغل هتحطي بقى الرز اللي استوى هحشي الفرخه بالرز المستوي استوت انا محضره الرز اللي استوى هتحطيه جوه الفرخه صح يس بس هقول بقى طريقه الحشو بقى. دي اصعب حاجه في الدنيا علشان ايه الموضوع ما ايه فرقعش مننا الفرقع يعني الفرخه تفرقع لما بيبقى الرز محشي بقى ايه ده دول 4 صوابع بس لا ما هو كده مظبوط يلا ورينا بقى هتعمليها ازاي اجيب لك الرز اهي بعد ما تبلت الفرخايه هجيب الرز اول حاجه هحشي من ايه من جوه كويس قوي وبعدين هكون شايله الايه الجزء كده زي ما انتوا شايفين كده الجلد عن الصدر هحشيه بس مش هملاه قوي علشان ممكن ايه تفرقع مني وانا مش عاوزاها تفرقع عاوزه شكلها يبقى حلو انت اللي عاملاها شكلها يجنن بصراحه اوطي على الرز صح عاوزاه بس يبقى الصدر كده ايه مليان وبعد كده تخش الفرن كفايه كده شكلها حلو قوي هنجيب بقى هنربطها الاول اورينا بقى طريقه الربط انا عملت ورق فويل كده عملتيه ازاي واحنا مش فاهمين طب هات ورقه فويل وهنعملها كده زي الحبل بس لو انا بحب اوري الناس طب يلا هاتوا ايديها بقى هيك كده اوكي ده احسن من الدباره بكتير وهعملها بقى اربطها كده اوكي ربطتها هاجي بقى يا جماعه عايز ايه البطاطس لا لسه في بقى هنا عندي صلصة اوكي هي دي الصلصة وسمنة ودي السمنة بص بلاش دي خليها ماشي هاخد دي جاهزة كده احسن عشان السمنة دي سمنة فايحة يعني سمنة بالصلصة بس كده الفرخة كده جاهزة نعمل ايه؟ هندخل الفرن؟ لا استني انا جايلك انت مزنوقة صح؟ وانا عارف خلاص كده ما بتحبيش الجوانتيات اصلا لا خلاص بقى مش هستخدم وهنحط بقى بس في عايزة الخلة دي؟ لا خلاص فرخة مظبوطة وبين مربوطة وكل تمام هجيب بقى طاجن وهحط بصل حلقات وبطاطس على ايه واخداها غلوه على النار وعليها ايه كركم وعليها كركم وليمون لسه هدلقه على الفرخه وهحط الفرخايه كده وعليها عصره الليمون بقى كده
بس وهغطيها بفويل بس هوريكم طريقه التغطيه مش اي اي ولا زي ولا كل اكل يتقال له منامينه. بص يا شريف انا عاوز اغطيها بحيث ما تلزقش الفويل هنا علشان بونبونيه لما بتحمر وتستوي ممكن لو لزقتي الفويل فيها هيعمل ايه؟ بصوا هيشل لك الجلده ودي حلوه هتبقى حمر. بصوا هنعمل ايه؟ ايوه بالظبط ادي اول جزء. ايوه برافو يا شريف. فين ال وديت الفويل انا ما جيتش ناحيته وبعدين نيجي بس الكلام ده بيقعد قد ايه؟ ساعة. خلاص؟ نسيت يا شريف عشان نحط شوية مية بس صغيرة. فين؟ في فيها من هنا. ماشي حاضر. ثانية واحدة. حبة مية كده بتاع قيمة كوباية عشان يسوي البطاطس وطبعا هي هتنزل كده كفاية؟ هي هتنزل بهرزها وهتنزل ميتها وهي عشان كمان فريش وطازة بالظبط وهيبقى بقى طعامك هيجي بقى هدية حلوة للفالنتاين بس كده شفت قفلناها ازاي عشان الفويل ما يلزقش على 250 تطلع من الفرن تشيلي الفويل لو ما احمرتش بتحطيها تحت شوايه كده تحميره حلوه بالهنا والشفا. يبقى كده اول حاجه عملناها ايه؟ فراخ شهد محشيه بالرز. اوكي كده ناقص لنا ايه؟ كومبوت البطاط البطاطا. كومبوت البطاط بس استني بقى مش النهارده الفالنتاين؟ يس ايه ده ما تحزني لا 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 لا, 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 لا. صح كده؟ صح. مش عشان احنا سناجل يعني ما هنبقى حزانه لا حبيبتي ده احنا كده ده احنا الفالحين فيكم ده احنا ما عندناش حزن طيب قبل بس ما نسمع الاغنيه دي خليني اشكر فراخ شهد على ثقتهم فينا وفي 4 شارع شريف وفي شيفات 4 شارع شريف وجودهم معانا في البرنامج. نسمع كوبليه من اي دمعه حزن لا للعندليب عبد الحليم حافظ بعديها فاصل بعد الفاصل نرجع لكم نعمل طبق الحلويات مع منامين وخليكم على سمحت مزيكا. من كام سنه قلبي وانا في ناس تتكلم معاهم في اي حاجه كده تبقى عارف انهم ايه ما بتحطش فلتر. من ضمن الحاجات اللي بحبها قوي في منامينو اني بتكلم معاها براحتي من غير فلاتر اكنها واحد صاحبي. حلوه دي. انا ما بهزرش. اول مره. وحتى لو هي عندها مشكله ما انا عندي بنقعد نحكي لبعض اكننا اتنين صحاب يعني بجد. ف انت جميله. انت اجمل. نقول المقادير الحمد لله ما قلتليش انت واحده صاحبتي. لا لا. طب استني بس انا مستنيه. احنا كده خلصنا شهد وعملنا احلى فرخه في الدنيا فعلا محشيه بصراحه شكلها يجنن. هنخش على ايه بقى دلوقتي؟ هنخش على كومبوت البطاطا. كومبوت البطاطا اول مره في حياتي اسمع عنه. انا معايا هتسمع حاجات عمرك ما سمعتها. احنا في بيتنا مثلا بنعمل كومبوت الجوافه ابويا بيعمله يا منامينو اكيد حصلش. بالذات لما بعيا وايام ما كنت عندي حاجات الجامده دي وكان يحط لي فيه عسل نحل عسل سوري اسود عسل اسود كومبوت مع عشان كان تتغذى ما جات لي فاكره انت في فتره كده اتشحورت خالص بعد الكانسر فكان يعمل لي بقى كنت اكله. برضو الاكل لما بيبقى معمول من البابا والماما في البيت بيبقى ليه كده طبعا رونق خفيف وبيتهضم بسرعه وبيتعمل بحب فظيع حتى لو هو مش مظبوط قوي انا بيعجبني يعني لما امي وابويا ما يعملوا لي حاجه امي ما بتعرفش تطبخ كويس قوي هفضحها دلوقتي هتزعل هتقول لي لازم تقعد ابويا بيطبخ اكله اصله فظيع بس حتى لو هي سخنت لي الاكل بيبقى طعمه احلى عارفه الاحساس؟ فاهمه حاجة البيت انا دايما بقول مش حاجة البيت حاجة البابا والماما انا بقول للعيال كده ربنا يخلي لك ولادك يا نمي يا رب يا اخويا يا اختي يا انت يا
مره عيت من الحاجات اللي انت عارفه انا عيت كده عيايات ورا بعض، ففي عيا منهم كنت بخرف. ده حراره بقى. طب اه كان عندي 41 اسبوع يا وكنت بقى ايه اقول لهم حاجات، وذاكرتي رجعت لوانا طفل يا حرام، وعمال اقول لها فاكره في فرح مين كنت لابسه كذا، وفي خطوبه مين كنت لابسه، وامي قاعده جنبي مذهوله بيقول ايه ده، وكنت اكلم جدودي اللي ماتوا بقى واه يا لا ده انت خالص رحت وجيت. يابا قولي المقادير. يلا نقول المقادير. بطاطا بالشربات والسوداني هنقول عليها كومبوت، انا بقول كومبوت. كيلو بطاطا، كوباية سكر، كوباية مية، عصير ليمونة، فانيليا قرفة، سوداني مجروش، جوز هند وزبيب. بعمل ايه بقى؟ بجيب حل على النار بحط فيها السكر، اديني بقى المية يا شريف. حط السكر هنا على دي؟ اه. قد ايه؟ حط لحد ما اقول لك. بس ده الشربات، وهحط فيه عصير ليمونة، هحط فيه الفانيليا والقرفة، وهسيبه لحد ما يغلي خلاص دي بالمنظر ده. اول ما هيغلي لمدة تقريبا 5 دقايق هحط فيه البطاطا. انا جايلك حالا. انا ما خلاص انا خلصت. هحط فيه البطاطا كده. لا خلاص هو انت بتحطيها في ايه؟ في ايه يعني؟ في المايه دي فيها ايه؟ دي سكر اللي هو انت شو ده؟ اه ده اللي انا بعمله؟ اه انت حطها هنا جاهز. اه اللي هو القرفه القرفه والفانيليا وعصير الليمون وكوبايه السكر وكوبايه الميه. طبعا السكر والميه على حسب. اديني دي بس. لا خدي اللون بتاع انت لابسه. اوكي. اي وسخ الدنيا تاني للولد. وتسيبيها بقى تغلي. وهسيبها بتقعد بالظبط بتاع تلت ساعة تغلي في ال وتستوي. اول ما هتستوي البطاطا بحط فيها جوز الهند والسوداني وخلاص كده وخلص. سفني بتغرفها بقى بتتاكل باردة او سخنة. لو هفترض بتتاكل باردة يا حلاوتها يا جمالها ببولة ايس كريم يا الله فانيليا حلاوتها زايدة حتة ياكلوها ايه ساعة ستة يا ايه يا سي علي لوز 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 يا سي علي لوز. كانت ايه دي ده انا بقوله ده؟ استنى دي اغنية. ايوه كانت في فين ده؟ كان استعراض بتقدمه استاذة نجوى فؤاد رأس تقريبا. صح تقريبا. كانوا زمان في التلفزيون المصري يجيبوا استعراضات راقصة للأستاذة نجوى فؤاد ربنا يديها الصحة بحبها قوي. وكان في لوز لوز يا سعد، وكان في استعراض تاني اسمه رحالة رحالة يا ناس رحالة. وكان في برضو استعراض كان بيجي في التلفزيون المصري في القناة الأولى كان في الأستاذة سهير زكي ربنا يديها الصحة وأستاذة نجوى فؤاد ربنا يديها الصحة بيرقصوا مع بعض. فاكرة؟ انت جيل يتقال عليك جيل ايه؟ لا يعني احنا انا يتقال جيل التلفزيون. انت جيل الراديو يا حبيبتي. لا 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 والله جيل التلفزيون. انا جيل الفيديو في الستينات. انا جيل الفيديو. انت جيل الفيديو. احنا جبنا الفيديو سنة 77 كان عندي 5 سنين. الفيديو فيديو كاست. ايوه وما كانش فيه. انا فاكر جبنا الفيديو سنة 77 وما كانش فيه نوادي الفيديو. فاكره ما فتحت؟ كان نوادي الفيديو بنأجر الشرايط. ايوه بالظبط. كان الشريط ب2 جنيه عندنا لحد دلوقتي. شرايط ما رجعتيهاش؟ لا اشتريناها. لا انا فاكر احنا كنا من اوائل الناس اللي جابت الفيديو. مش عارف ابويا كان جابوه حد جابوه له من بره والناس ما بقتش فاهمه ايه ده. عارف كنا بنعمل ايه؟ بنقعد نسجل الحاجات اللي بتيجي في التلفزيون ونتفرج عليها. فانا فاكر جبناه قبل رمضان. فكان في فوازير استاذه نيلي تقريبا ساعتها او سنه 77 كانت صوره و30 فزور شخصيه حاجه زي كده سجلتها وحفظتها.
وفاكر برضو مدرسة المشاغبين كانت تيجي في التلفزيون سجلناها. والجوكر مسرحية الجوكر اتعرضت في التلفزيون. انا فاكر مرة في راس السنة كان عندي 7 سنين وسجلناها. انا حفظتها دي الجوكر حفظتها عطيات سلالة اللي فاكرة استاذ محمد صبحي حبيب قلبي. انا فاكر كان في 3 مسرحيات انا مسجلهم كنت كل يوم اتفرج عليهم. مدرسة المشاغبين والجوكر والمتزوجون. دول كانوا احلى مسرحيات. انا كنت كل يوم يعني بتفرج على التلاتة. ما انا في الصيف ما وراناش حاجه. ما كناش بقى كنت بقى عندك كام سنه بس قولي كان عندي مثلا الكلام ده 7-8 سنين وكنت اقرب بس صغير على كده. لا بس كنت اقرب بس صغير على اللي انت بتعمله ده. اللي هو ايه؟ انك تقعد تتفرج على المسرحيات دي بتاعت الكبار. امال دلوقتي العيال بتعمل ايه؟ هتقول لي كده؟ لا المسرحيات مش بتاعت الكبار ولا حاجه. يعني إيه تستوعب ايه في الجوكر او مدرسه الصغنن؟ لا لا كنت فاكر. طب انا كنت قروب سابق سني لما اخذها يعني. لا واضح انت مش حاسه بكده ولا حاسه؟ ده انا اكبر منك. اه دي الحاجه الوحيده اللي هتقول لك اه مش لا. اي حاجه في الدنيا تقول لا 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 والله. انت عندك معلومات كتير وفي ثقافه اكثر مني. يعني اسمح لك بكده في حاجه؟ اي لاف. احكي لنا عملتي النهارده. عملنا فرخه شهد فرخه كامله محشيه بالرز وتحتيها بطاطس وعملنا كومبوت البطاطا. ميرسي ميل ميرسي. لا يعني الف شكر ليك. طب خلونا نسمع دلوقتي على الرمله للراحل محمد رشدي وبعدها فاصل بعدها نروح الاستاذ دكتور احمد عضله مدير مركز زراعه الخليج وعلى سمحته مزيكا. شكرا من امينو. تهد الرمل وتهد قصوري وياه وتضيع كلمة كتبناها عالرملة 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 وانا خايف من الرملة عالرملة وقاعد حبيبي ويا خوفي ليكم مداريبي عالرملة وقاعد حبيبي ويا خوفي ليكم مداريبي وسايبنا ابني امل في الرملة احلام وقصور واكتب كلمة وسايبنا ابني امل في الرملة احلام وقصور واكتب كلمة ويا خوفي من الموجة الجاية هتاخدني من غير حنية ويا خوفي من الموجة الجاية هتاخدني من غير حنية وتضيع كلمة كتبناها عالرملة 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 وانا خايف من الرملة عالرملة عالرملة وانا خايف من الرملة. اوبا ايوه بقى ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة 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 احكي يا شهرزاد احكي لشهريار اشغلي له ليله لطلوع النهار حيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار احكي
احكي يا شهرزاد احكي لشهريار اشغلي له ليله لطلوع النهار حيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد الف ليلة وليلة قصة كل ليلة 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 يا شهرزاد احكي لشهريار اشغلي له ليله لطلوع النهار حيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار احكي يا شهرزاد احكي لشهريار اشغلي له ليله لطلوع النهار غيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد الف ليلة وليلة قصة كل ليلة الف ليلة وليلة قصة كل ليلة الف ليلة وليلة قصة كل ليلة يا قمر يا اهلا وسهلا الفقره اللي بنتعلم فيها وبنتكلم عن شخصيات مهمه في بعضها كان لي ايجابيات كثيره اكتر من السلبيات وبعضهم الاخر كانت سلبياتهم تقريبا قد ايجابياتهم يمكن اللي هم سلبيات كثيره ما بنتكلمش عليهم هنا في البرنامج ممنوع خانقني خانقني احنا عايزين نتكلم عن الناس اللي نتعلم منهم ايه هو التاريخ البشريه كده يحمل ويحمل ويحمل ما علينا قول لنا كلمتين بلغني ايها الجمهور السعيد جمهور شريف مذكور ذو العقل الرشيد ايوه 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 انا اللي سقفت لك لوحدي كل الاستوديو حد يسقف لك غير اشتباهات شاطره ماشي احنا النهارده هنتكلم على المؤسس عثمان اللي هو مؤسس الدولة العثمانية هو اسمه عثمان ابن أرطغرل ابن سليمان شاه هي كان في قبيلة اسمها قبيلة الكايو دي قبيلة جاية من في تركيا مش كده هو دلوقتي في تركيا لكن جايين منين اصلا بقى جايين من جنوب غرب آسيا اللي هو ايه الحته بتاعت ايران وكازاخستان بقى لا كازاخستان دي فوق تحت احنا بنتكلم ايران والدول اللي جنب ايران اللي هو ايه ما بين الصين وما بين ايران المنطقه دي ما بين الصين والهند وايران دي كانت كلها منطقه قبائل اللي هم بقى هندستان مش كان اسمها اللي منهم بقى ايه منهم المغول مثلا منغول وهم يعني هم قرايبهم بس حاربوا بعض قطعوا بعض من الحاجات دي ما فيهاش ياما ارحميني وهم يعني لما اختلفوا مع المغول والتتار يعني نزحوا من 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 الجنوب شرق اسيا الشمال فوق روسيا؟ الاناضول في الاناضول وهو كان المنطقه دي انت عارف طبعا القسطنطينيه اللي هي بيزنطة الصغرى فهم قعدوا على حدود الـ 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 المناطق الحدوديه بتاعت بيزنطة كان في دوله بيزنطة دي اللي هي ايه اللي هي دلوقتي. قسطنطينية اللي هي دلوقتي. تركيا دلوقتي تركيا دلوقتي فاللي هو كان في دولة اسمها دولة السلاجقة دول برضو أتراك بس هم كانوا عاملين دولة كبيرة جدا في المنطقة بتاعت الشام وأذربيجان والحتة الدهيات فهم يعني
تحالفوا مع الدولة السلجوقية، وهم كانوا قبيلة الكايو دي قبيلة فيها شجعان وفيها فرسان زي أرطغرل مثلا الأب، وبعدين لما جه الابن اللي هو عثمان كان أكثر قوة وأكثر حكمة وأكثر يعني نقدر نقول شطارة من الأب، فقدر إن هو يحتل مناطق كتيرة جدا على حدود الدولة البيزنطية. وبالتالي اللي هو السلطان علاء الدين سلطان السلاجقة أهداله أرض وإداله مكافآت كتيرة جدا، واعتبر أنه هو بيحمي الحدود وبدأ يعني يتحرش بالدولة البيزنطية، لكن ما قدرش يهدم القسطنطينية. سيأتي من أحفاده من سيفتح القسطنطينية، محمد الفاتح طبعا، اللي هو محمد بالضبط كده، اللي هو محمد الفاتح. ولد عثمان بك، هو لم يحصل على لقب سلطان أو أمير أو ملك أو أي حاجة، هو كان اسمه عثمان بك، حتى لحد ما مات هو محتفظ بلقب عثمان بك أو السيد عثمان. هو اتولد سنة 1258 وتوفي سنة 1326، وعمل يعني نقدر نقول ايه استقل عن الدولة السلجوقية بعدة مناطق، منها يعني شهير منها بورصة اللي هي مدفون فيها دلوقتي، في أزنيك، في مجموعة من القرى الصغيرة اللي كانت ساعتها بقى ما كانش في اسطنبول، لأن اسطنبول ساعتها دي كانت قسطنطينية، كانت القسطنطينية وكانت تابعة للدولة الرومانية البيزنطية اللي هي روما الصغرى. روما الصغرى بالظبط كده. هو جوز مرتين وخلف 8 أولاد. ابنه هو أورهان أو أورخان، هو اللي استكمل من بعده رحلة الفتوحات، ولكن أيضا لم تصل إلى مرحلة الدولة الكاملة اللي هي ليها وجود سياسي على الأرض. لكن هو كان يعني، لكن عثمان قدر يعمل حاجة، ودي حاجة انتزعها بصعوبة من الدولة السلجوقية لأنها لم تكن انهارت بعد، إن هو يسك العملة باسمه. فكرة في حاجتين اللي هي تقول إن أنت قوي لا وصاحب دولة ولا لا، كان في الزمن الماضي يعني صك العملة باسمك ده كده خلاص انت رسمي فهمي نظمي البلد دي بتاعتك باسمك. باسمك بالضبط كده. والدعاء على المنابر، يعني يوم الجمعة يطلع خطيب الجمعة يدعو لك على المنبر باسمك، ساعتها بس انت هنا هوت يعني تقدر تقول ان انت سيد على هذه الارض. وعثمان ابن أرطغرل قدر يحصل على هذين الميزتين. يعني بعد يعني هو في الاخر خالص بقى يعني كان عنده مرض النقرس، وبعدين ظهر عنده امراض صرع، فما قدرش يكمل الفتوحات اللي هو بدأها وسابها لأولاده واحفاده من بعده اللي هم حكموا من بعد 600 سنة، يعني تقريبا حوالي 35 سلطان عثماني كلهم ينحدروا من عثمان الاول اللي هو عبد الحميد الثاني. ده كان سنة كام؟ هي الدولة وقعت سنة 1900 بعد الحرب العالمية الأولى. تقريبا 1924. الله ينورك بالظبط كده، على يد كمال الدين أتاتورك. وطبعا تشتتوا بقى باقي قبيلة بني عثمان في الدول، وفي ناس عايشين في مصر من الآخر اللي هم بقايا العائلة السلطانية العثمانية. يعني تيجي نشوف صوره؟ يلا. هي صور تخيلية. طبعا ليه ولزوجته ورونا اهو، دي صورة تخيلية بالظبط لعثمان بك، لعثمان بك مؤسس الدولة العثمانية. اوكي، ونشوف الصورة اللي بعدها، دي صورة تخيلية، ده تمثال لمراته لزوجته. لان هي كانت بنت الشيخ بتاعه اللي هو الشيخ صوفي، وكان متبني بشكل مين متبني مين؟ اللي هو الشيخ الصوفي اللي هو أديب علي، اسمه أديب علي، دي بنته. هو اتجوز بنت أديب علي. اوكي، وده كان داعم ليه قوي جدا يعني. ونشوف الصورة اللي بعديها، الصورة أخرى ليه مكابر هنا بقى. ونشوف القبر الخاص بيه
اعتقد في بورصه في بورصه في تركيا مدينه بورصه في تركيا. شيلوا لنا الصور انه 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 يبقى في تمثال لمراته على الحصان ده رمز القوه قوتها اه قوتها او ان هم كانوا محاربات معاه هو جوز اتنين كانوا محاربات معاه ويعني هم جايين ياسسوا دوله لان هي بنت راجل صوفي سياسي خاصه الزوجه اللي هي ليها تمثال دي. شكرا سعاد ميرسي ليكي تشوفك الاسبوع الجاي وهابي فالنتاين عليك هابي فالنتاين عليك وعيد كل عيد يوم 16 فبراير كل سنه تمي كم سنة؟ ها؟ 57 وستة ايوه قفلنا خلاص رمينا 56 وداخلين ان شاء الله ديك العمر والصحة والستر والرزق يا رب وحب الناس يا رب يخلي لك ولادك الله يخليك شكرا سعاد سليمان وكل سنة وانت طيبة. خلونا نسمع دلوقتي الناس الرايقة الناس الرايقة الناس الرايقة وبعد كده نرجع لكم مسمية الازياء مسمية الازياء استاذة بسمة سليم خليكم على صباح مزيكا كل من جاله في يوم قرشين زيادة ونقى على فرشين هيتمال عن خلافنا معاك مفيش موضوع غير انه شبع من بعد جوع وفعلا وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول أما العالم المتضايق أنا لأ ماليش في دول وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول أما العالم المتضايق أنا لأ ماليش في دول وماليش في التعب علالة ولا في الناس الشيالة كل اللي في قلبه حاجة أول بأول يقول وماليش في الدمع لا ولا في الناس الشيالة كل اللي في قلبه حاجة أول بأول يقول على الله اللي ما يحسبهاش ده العمر قصير لنتغير ولا ما نعيشهاش وبحب اللي مخليها على الله اللي ما يحسبهاش ده العمر قصير لنتغير ولا ما نعيشهاش بقى كم شال هم وحرق الدم يا عيني راح وما جاش او كده على قلبي انا يا سلام واحنا اجدع ناس وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول اما العالم المتضايق انا لا ماليش في دول وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول اما العالم المتضايق انا لا ماليش في دول برافو اربعة شارع شريف اربعة شارع شريف اربعة شارع شريف
يا سلام يا سلام يا سلام على فساتين الافراح كلها احلى من بعض، فيها الطابع الكلاسيك مع الشياكه مع الفخامه مع البساطه، المعادله الصعبه جدا. وخلونا كده نرحب باستاذه بسمه سليم مصممه الازياء. اهلا، ازيك يا شريف؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، منوره ومشرفه. منور الدنيا. اولا بتبسط قوي ان انا في الفتره الاخيره ما بتابع المهرجانات وبعض الممثلات بلاقيهم لابسين من عندك، فدي حاجه الحمد لله تحسب لك طبعا، كلهم حاجات حلوه قوي. وببقى مبسوط كمان ان ممثلات مصر بيلبسوا من الديزاينرز المصريين، الحمد لله. ده عشان كده ده يدل ان عندنا شويه ديزاينرز كده بقى قويه جدا. احكي لي بقى الكولكشن، واحكي لي عن فساتين الافراح اللي قدمتيها دلوقتي. ده الكولكشن الجديد طبعا، انت دايما بتنفرد بيه حصري. حبيت المره دي يكون هو هاند ميد ورويال، بس في نفس الوقت بسيط. اي لاين ميراميد، يعني ايه الاي لاين ده؟ اي لاين يعني مش بجيبونه، مش منفوش، نفسه بسيطه بالظبط. عشان كنت قبل كده الكولكشن اللي قبله كان اكتر ومنفوش، وحاسه ان ده بيناسب ذوق العرايس اكتر الفتره دي. يعني العرايس عايزين حاجه شيك ورويال وفي نفس الوقت بسيطه. صحيح. طيب ده شيء جميل قوي، كولكشن فخمه وزي ما قلتي فيها شويه بساطه. إيه عايز اعرف انت كل فستان بتقعدي تفكري فيه ازاي؟ الفكره بتجيلك ازاي؟ بتشوفي حاجه، بتشوفي موقف، بتشوفي فيلم، بتحلمي بيه، ايه اللي بيحصل؟ هو لو العروسه فالاول ببقى دارسه حاله العروسه، فرحها فين، صغير كبير، بالنهار بالليل، فبحاول اطلعه فيه ذوقي وذوقها وشخصيتي وشخصيتها. لكن لو هو نيو كولكشن خاص ببسمه سليم ف كلها شخصيات بالظبط. اختصرت عليا كده، ده اللي هيبقى احلى. ميرسي، ده بجد ده اللي هيبقى احلى. طيب خلينا نشوف فاصل، وبعد الفاصل هنشوف سواري حاجات انت عامله مفاجاه بعد الفاصل. مالكش ربع ساعه مفاجاه، يلا فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم مع مفاجاه. خليكم معايا لو سمحتوا. اول جزء شفناه النهارده كان فساتين افراح، الجزء الثاني فساتين السواري والجران سواري. مره ثانيه برحب استاذه بسمه سليم مصممه الازياء، اللي انت جايه مخصوص من اسكندريه صح؟ بس انت فاتحه في القاهره واسكندريه ولا في القاهره بس؟ فاتحه في اسكندريه، وانت نصحتني افتح في القاهره في التجمع. نصيحه يعني عملت بيها على طول، لان في سوق هنا برضه. في القاهره في التجمع الخامس. فتحتي بقى لك قد ايه؟ من شهر 7. فين؟ التجمع الخامس. في اي حته؟ جنب ايه؟ عند منطقه البنوك في شارع 90. اوكي. طب احنا خلونا ننزل الفيسبوك والانستجرام الخاص باستاذه بسمه سليم على الشاشه، وهي فاتحه في اسكندريه وفاتحه في التجمع
عشان هتفتح في الشيخ زايد كل مره عاملها مكان تيجي لي المره اللي بعدها في الحياة. بس كده انا تؤمر يا شيخ. ربنا يحفظك يا رب. الله يخليك. يعني الكولكشن طبعا حلوه قوي ومختلفه جدا ومختاره اقمشه حلوه والسهل الممتنع زي ما نقول وعاملاه بحب بما ان احنا كمان بنحتفل بالفالنتاين وعيد الحب فانت اكيد في ناس في حياتك ساعدوكي عشان توصلي انك تبقي ديزاينر ليكي اسم وعلامه زي ما بنقول. نبتدي بمين؟ اسرتي ربنا يخليهم لي، اهلي طبعا، ثم زوجي هو معايا دلوقتي حابه اشكره هو دايما في ظهري بيقول لي يا دكتور خليفه. لولا دعمه مش هكون هنا دلوقتي. الله يخليكم لبعض. وطبعا اسرتي الكبيره والصغيره وفريق عملي من غيرهم برضه مش هكون هنا او في اي مكان. فريق عملك بتختاريه ازاي؟ بحسه في تريننج الاول طبعا تدريب، في التدريب ده اول حاجه ببص عليها مش الخبره لان الخبره اقدر اعلمها له، ببص هو بيحب الشغل ولا لا. صح. انت حبيته هتبدع فيه. صح. مش حد جاي يقضي 8 ساعات الوقت او المرتب يعدي خالص، لا، عشان مهنتنا فعلا هي مهنه لازم تكون بتحبها فنان والا مش هتصبر عليها ولا تقدر تشتغل فنان. طب تيجي نشوف اخر جزء؟ يلا بينا. يلا نشوف اخر جزء مزيكا. يسموها ميسك بقى وفالنتاين اربع فساتين ليدي ان ريد حاجه جميله خالص. كل سنه وانت طيبه. انت طيب يا شريف. انت شكرتي ناس كتيره قبل ما نمشي كده، تهدي الكولكشن دي لمين؟ لامي، هي جندي مجهول برضه يعني مهدور حقها. ده انت بتحبيها قوي. اه طبعا. تهدي لها الفساتين الحمراء الحلوه دي. هابي فالنتاين. ربنا يخليها لك. اشكرك بسمه سليم على وجودك معايا النهارده ومبروك على المحل الشروق الجديد ودايما في نجاح وتقدم. يا رب الله يخليك. هابي فالنتاين. شكرا ليكي. اتمنى تكون اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. نشوفكم بكره في نفس الميعاد. بكره عندنا حفله كلها اغاني معايا مجموعه من الاطفال اللزاز عاملين اغاني بقى لعيد الحب، فهتتبسطوا معانا بكره ان شاء الله. شكرا لكم. باي باي.